في موقع حيوي مكتظ بالسكان والنازحين قرب دوار العودة وسط مدينة رفح، استهدف هذا المنزل المأهول بغارة إسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل ليسقط من فيه بين قتيل وجريح. البحث عن الضحايا تحت الأنقاض استمر حتى ساعة النهار. نحمد الله أنه كانت الإشي كان في الليل، يعني لو كان في النهار كان عدد القتلى تجاوز فوق المئات. الدفاع المدني قام بانتشال أمس 4 جثث، واليوم الصباح طبعا قمنا بانتشال جثتين، وجاري العمل على إنقاذ الجثة الأخرانية من مكان الحدث. السكان والنازحون في محافظة رفح جنوبي القطاع باتوا قلقين من تكثيف الغارات الإسرائيلية على المدينة التي حصدت في يومين فقط نحو 50 قتيلا وعشرات الجرحى. بينما تتصاعد المخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح في حال فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة. كل يوم في قصف، كل يوم في شهداء، كل يوم في مئات من الشهداء في مدينة رفح الذي قال عنها الجيش أنها آمنة. أين الأمان؟ كان الله في عون الناس في مدينة رفح. الناس متوترة على مدار الساعة، بتحاول تسمع أي أخبار عن الهدنة بأي ثمن بأي طريقة لتقف هذا الجنون، لأنه إذا نفذوا العدوان في رفح فهو حيكون يعني مكلف أضعاف العدوان اللي صار في غزة وخان يونس. قلق وترقب يحبس معه النازحون الأنفاس في رفح تحسبا لما تحمله لهم قادم الأيام. استهداف المنازل في المواقع الحيوية المكتظة بالسكان والنازحين وسط مدينة رفح قد يكون رسالة تهديد موجهة إلى حركة حماس من قبل الجانب الإسرائيلي في إطار ما يعترض مفاوضات وقف إطلاق النار من عقبات، وهو ما يدفع السكان هنا لمزيد من الضغط والقلق. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، من جنوبي قطاع غزة.